مسألة حكم التباعد في الصف. الناس الآن عندما يصلون في المساجد يصلون متباعدين، بين كل مصلٍ وآخر بينهما مترين أو متر ونصف، فما حكم هذا التباعد؟ الجواب لا بأس به، وذلك لأنه تباعد لأجل الضرورة أو الحاجة الملحة، لأن اقتراب المصلين بعضهم مع بعض يؤدي إلى تعريضهم لانتقال العدوى. ثم إن غاية ما في هذا التباعد أنه يفوت التراص في الصف، والتراص في الصف عند جمهور الفقهاء ليس واجبا، وإن كان قد أوجبه طائفة من أهل العلم، لكن عند جماهير الفقهاء التراص ليس واجبا وإنما هو مستحب استحبابا مؤكدا، لكن في الظروف الحالية لا يكون هناك تراص، وإنما يصلي الناس متباعدين كما هو عليه حال الناس في الوقت الحاضر، وصلاتهم صحيحة ولا حرج عليهم في هذا التباعد. وهذه نازلة، هذه نازلة، ولا بد لفقهاء العصر من الاجتهاد في النوازل بما يحقق المصلحة الشرعية ويحقق مصلحة الناس، فإن هذه الشريعة قد أتت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قرأت كلاما لبعض طلبة العلم يقول إن الصلاة في البيوت خير من الصلاة في المساجد بهذه الطريقة، وبل بعضهم ينظر ويقول إن الصلاة المصلين مع هذا التباعد كصلاة المنفرد خلف الصف، ولكن هذا القول في نظرنا قول مرجوح بل قول ضعيف. كيف تفضل الصلاة في البيوت على الصلاة في المساجد؟ هذا أبعد ما يكون، فالصلاة في المساجد فيها إقامة لهذه الشعيرة، فيها تحقيق لمقاصد الشريعة من الجماعة، هذا التباعد إنما هو مؤقت لأجل الظروف الحالية. وأما القول بتعطيل المساجد والصلاة في البيوت حتى لا يتحقق هذا التباعد، فهذا أبعد ما يكون عن الأدلة الشرعية وعن الأصول والقواعد الشرعية. وأما تشبيه من يصلي متباعدا عن من يمين وعن يساره بالمنفرد خلف الصف، فهذا أيضا بعيد ومن أعجب ما يكون، وإن كان قد قال به يعني طائفة من أهل العلم، لكنه قول بعيد. فكيف يكون يصلي من عن يمينك رجل يبعد مترين أو متر ونصف، وعن يسارك رجل يبعد مترين ومتر ونصف، ثم يقال إن هذا كالمنفرد خلف الصف؟ أين الانفراد هنا؟ لا يصدق عليه وصف الانفراد لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، فأين الانفراد؟ هم يصلون في صف واحد، فالانفراد غير وارد هنا. ولذلك نقول لا حرج في صلاة الناس في المساجد بهذه الطريقة، بل يعني ربما يقال إن الأولى أن يصلوا بهذه الطريقة، لأنه لو صلوا مترصين فهذا سيعرضهم لانتقال العدوى وإلحاق الضرر. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.